رحلة إلى سويسرا لنعرض لكم أسرار صنع الشوكولاتة بالحليب الشهيرة هناك ونغوص في هذا العالم الجميل لاحقاً. لكن دعوني أولاً أرحب بكم مشاهدينا في كل مكان إلى الحياة والمجتمع في أوروبا. في كل مكان صورة عن أسلوب الحياة في أوروبا بكافة أشكالها الاجتماعية الثقافية والفنية، وستكون البداية مع لمحة سريعة عن أبرز المواضيع. موضة أزياء غريبة مع أفكار سريالية، واحدة من أسرع سائقي الدراجات الهوائية بعجلة واحدة، أغاني البحارة والتي كانوا ينشدونها معا لإدخال الفرح إلى قلوبهم وكسر الملل والوحشة التي يعيشونها وسط البحار. هذه الأغاني القديمة غزت العالم المعاصر من خلال تطبيق تيك توك، وذلك من خلال شاب اسكتلندي قام بتحميل النسخة من أغنية بحارة قديمة ليتحول بين ليلة وضحاها من ساعي بريد بسيط إلى شخصية مشهورة في كافة أنحاء العالم. إيقاع بسيط ونغمة قديمة يقلبان حياة نيثن إيفانس رأسا على عقب. ويلرمان هي من تراث أغاني البحارة المعروفة بشانتي، وصل بها الإسكتلندي إلى قوائم الأغاني الأكثر رواجاً في أوروبا. أمر لا يصدق، ما زلت أشعر وكأنني أحلم وأنتظر أن أستفيق من هذا الحلم في أي لحظة. حتى وقت قريب كان نيثن إيفانس يوزع البريد في إيردري، وهي مدينة اسكتلندية بالقرب من غلاسكو، وفي الوقت نفسه كان يعيد غناء بعض الأغاني ويرفعها على منصة تيك توك، وبناء على طلب متابعيه أصبح يؤدي أيضا أغنيات قديمة من تراث البحارة كليف هير وجوني وغيرها. لكنه في نهاية عام 2020 حقق نجاحاً لم يتوقعه على الإنترنت بنسخته من أغنية صيد الحيتان النيوزيلندية. لقد قمت برفع أغنية ويلرمان لنستمتع بها أنا ومتابعي عبر الغناء، وعلى أن أواصل تأدية أغنية أخرى. لم أتوقع أن تصل الأغنية إلى العالمية بهذا الشكل وأن تكون من ضمن قوائم الأغاني الأنجح عالمياً. أمر لا يصدق. سرعان ما بدأ آخرون أيضاً في الانضمام للموجة التي أطلقها، وأصبحت أغنية ويلرمان رائجة على الإنترنت. نجحت الأغنية لمخاطبتها مشاعر الكثيرين خلال الوباء، فكلماتها تتناول عزلة البحارة. لقد كان كثيرون في المنزل وقد أصابهم الملل لعدم قدرتهم على رؤية أصدقائهم، ثم ظهرت هذه الأغنية لتشجع الجميع على ترديدها ومرافقة إيقاعها بأيديهم وأرجلهم أو المشاركة في العزف أيضاً. يمكنك العزف معها إن أردت، وأعتقد أن ذلك قد ساهم في بث حالة من السعادة بين الناس. انتشر هذا النوع من الأغاني المبهجة ابتداءً من القرن الخامس عشر، عندما كان البحارة يمكثون عدة أشهر في عرض البحار فيما يعرف بأغاني النداء والرد. كان البحار يغني أحد المقاطع لترد عليه بقية المجموعة. في العصر الرقمي يقوم المجتمع الإلكتروني بالمشاركة في الغناء من خلال خاصية الديو على تيك توك، وهكذا تنشأ جوقات بحارة متعددة الأصوات. مشاهير أيضاً كعازفة الكمان الأمريكية ليندسي ستارلينغ أو عازف الجيتار البريطاني برايان ماي وقعوا في أسر أغاني البحارة. لم أصدق نفسي عندما علمت بانضمام براين ماي وأندري لويد ويب ورونان كيتينغ وغاري بارلو. رؤية جميع هؤلاء الأشخاص وهم يغنون أغاني البحارة كان أمراً رائعاً، لم أتوقع ذلك أبداً. I would never imagine that this was going to happen.
استقال نيثن إيفانس من عمله كساع للبريد فور تعاقده على تسجيل اسطوانة تضم مجموعة من أغانيه، وهو عازم الآن على تكريس جهده على الموسيقى، ويقوم حالياً بتحضير ألبومه الأول ويخطط لأولى جولاته الفنية. إذا فشلت فسأبحث عن وظيفة أخرى وأستفيد من الخبرات التي اكتسبتها. سأواصل العزف والغناء، لن يتغير شيء بالنسبة لي. ولكن فقط من يتحلى بالجرأة أمامه الفرصة لتحقيق النجاح، ولا شك أن نيثن إيفانس اقترب من حلمه بكسب رزقه من الموسيقى. هذا التاج الغريب مشاهدينا من تصميم مصممة الأزياء الروسية فينيرا كازاروفا، تصاميم مميزة للغاية ومطلوبة في كثير من الأعمال المسرحية، وتعرف بأفكارها الخاصة وابتكاراتها السريالية غير العادية والخارجة عن كل ما هو مألوف. من آخر الابتكارات كانت أزياء قامت بتصميمها مع عالم الأسماك. نتابع مع المزيد. إكسسوارات للموضة من سمك النيء، هكذا تزين الفنانة الروسية الأرمنية فيرينا كازاروفا عارضاتها خلال جلسة تصوير في موسكو. مصممة الأزياء تشتهر حول العالم بتوافيقها غير المألوفة. أجرب كل ما يخطر على بالي دون حدود، أجمع بين الورق والزهور، بين السمك واللحوم. يكتب آخرون مذكرات وأقوم أنا بابتكار أقنعة. بالنسبة لها تعد الأقنعة قطعاً فنية ووسيلة للتعبير عن مشاعرها. تعمل المصممة على إنجاز سلسلتها منذ عام 2009، وقد صممت حتى الآن نحو 100 غطاء وجه مفعم بالخيال. فبعد دراستها لتصميم الأزياء في موسكو، سرعان ما أصبحت الأقنعة جزءاً من تصاميمها. أغطي وجهي بواسطة القناع، وهذا يمنحني شعوراً بالحماية والأمان، وهو كالملاذ الآمن لي، لأنني لا أريد أن أفصح عن مشاعري الحقيقية بوجهي، بل عبر الأقمشة والتقنية المستخدمة والمواد التي صنع منها القناع. فيرينا كازاروفا تصمم الملابس والمستلزمات للمسرحيات كما في عام 2020 لهذا العرض في مدينة بام الروسية، أو في عام 2017 لمشروع فيش في غوركي بارك في موسكو، ولعرض بوكليندا في موسكو أيضاً في عام 2018. تستخدم المصممة مواد تبدو غير متناسقة للوهلة الأولى، كما في سلسلتها الحالية فيش أند فلاورز. إلهامها تحصل عليه من القصص الخيالية والسريالية، والسمكة هي رمز متكرر في أعمالها، هدفه أن يحفز عملية التفكير. ينظر الناس إلى هذا الفستان والسمك النيئ ويقولون كم هذا جميل، لأنه ممزوج بالزهور والدونتيل والورق الأبيض. إنه تصميم جميل جداً في الواقع، لكن من ناحية أخرى السمكة ميتة وهي بمثابة بيان ضد الموت والعنف والشر. الفنانة في طريقها إلى متحف جوجل في العاصمة الروسية. لقد تمت دعوتها للمشاركة في معرض جماعي يحمل عنوان الجزر. يمكن لكل مشارك تزيين إحدى صالات العرض بأعماله الفنية. فينيرا كازاروفا تشارك بعملها المكون من الزهور الورقية المزودة بأشكال لحوم. هنا أيضاً تخلق صلة بين شيء جميل والحيوانات الميتة. الورق هو إحدى المواد المفضلة بالنسبة لها. أكثر ما يعجبني في الورق أنه حساس للغاية، لا يوجد ما هو أكثر حساسية منها.
للعناصر الورقية حضور هنا أيضاً في جلسة التصوير الحالية. لا أشعر أبداً بالرضا عن تصاميمي، وهذا يجعلني أعيد التجربة مراراً وتكراراً. أنا أنشد الكمال الذي لا أستطيع أن أصل إليها. تصمم فينيرا كازاروفا عوالم خيالية سوريالية مدفوعة بشغفها الدائم بما هو عبثي. والآن كما وعدناكم في بداية الحلقة سننتقل إلى سويسرا لنتعرف على أسرار طريقة تحضير شوكولا الحليب الشهيرة هناك، وسأفشي لكم سراً واحداً منها، وهو أنها لا تحضر بالحليب السائل، وهذا له أسباب طبعاً. دعونا نتعرف مشاهدينا على المزيد من خلال هذا التقرير لنتابع. دائماً ما أخذ شوكولاتة معي عند ذهابي للعطلة. دون الكاكاو لا يمكن صنع الشوكولاتة مهما حاولت. الشوكولاتة السويسرية التقليدية هي شوكولاتة بالحليب، ونحن ننتج شوكولاتة داكنة بالحليب تحتوي على كاكاو بنسبة 56%. أنا لاورا شالخلي من مؤسسي مصنع لا فلور للشوكولاتة، ونحن ننتج الشوكولاتة يدوياً بالكامل. المكون الرئيسي للشوكولاتة هو السكر في المقام الأول، تليه زبدة الكاكاو وهي الدهون المستخرجة من حبوب الكاكاو، ومسحوق الحليب إذا كنا بصدد تحضير شوكولاتة الحليب. أهم عنصر في الشوكولاتة السويسرية هو حبوب الكاكاو. يأتي الكاكاو في الأصل من أمريكا الجنوبية، ثم انتقل إلى أمريكا الوسطى وبعدها إلى إفريقيا. اسمي كريستيان فيليتس، أنا في الأصل من كولومبيا حيث أدير مزرعة كاكاو، لأنني أردت أن أجمع بين أصل سويسري وأصل الكولومبي. شجرة الكاكاو الطبيعية يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، والثمرة تنمو على الجذع وليس على الأغصان كالثمار الطبيعية. نأخذ ثمرة الكاكاو ونقطعها نصفين، فنجد حبوب الكاكاو بداخلها، ثم نضع الثمار في صناديق خشبية ونغطيها بأوراق شجرة الموز الغنية ببكتيريا التخمير، وبذلك تبدأ عملية التخمير الأولى. بعد 48 ساعة نقلبها لأول مرة. عملية التقليب هذه نجريها خلال 5 أو 6 أيام بأشكال مختلفة، تعتمد قوة بعض المذاقات على وقت تقليبها. الخطوة الأولى هي تقشير حبوب الكاكاو من قشرتها، وعندما نقوم بتقشيرها نزيل قشرتها لتظهر حبيبات الكاكاو في الداخل، وبعد ذلك نبدأ الوصفة بحبيبات الكاكاو. نضع حبيبات الكاكاو على هذه الصفائح ونقوم بتحميصها في الفرن. تختلف طرق التحميص باختلاف الوصفة. الحليب الطازج رطب، والرطوبة والشوكولاتة لا تجتمعان، لذلك لا يمكننا العمل مع الحليب الطازج، بل يجب أن نعمل بمسحوق الحليب. لدي هنا الآن حبيبات الكاكاو المحمصة، وهنا لدينا قدر المزج الحجري المكون من حجرين من الجرانيت يدوران، والقدر يدور أيضاً، فيحدث احتكاك خلال الدوران، والآن أضيف حبيبات الكاكاو ببطء شديد. نضيف السكر، هذا أيضاً أضيفه ببطء، وعندما يتحول إلى كتلة متماسكة أضيف إليها زبدة الكاكاو المذابة. Die Kakaobutter, die ist geschmolzen.
القدر الحجري يقلب المزيج في الوقت نفسه. يتم تقليب كتلة الشوكولاتة من خلال تحريكها لكي يدخل الهواء إليها، ما يؤدي إلى إزالة الحموضة منها، وعندها تحصل الشوكولاتة على مذاقها الحلو اللطيف. على طاولة الاهتزاز تخرج كل الفقاعات الهوائية من الشوكولاتة، لأننا لا نريد أي فقاعات في لوح الشوكولاتة. أعتقد أنه بإمكاننا أن نضفي السعادة على الكثيرين بهذه الشوكولاتة، لذلك أعتبر هذا العمل هو ما كنت أحلم به. قد يحتاج ركوب دراجة عادية إلى بعض اللياقة، لكنه سهل على العموم. أما ركوب دراجة بعجلة واحدة كهذه مشاهدينا يحتاج إلى مهارة فائقة وتركيز كبير. الرياضية الألمانية يانا تيمنبرغن قادرة على قيادتها وبسرعة قياسية أيضاً، وقد نالت لأجل ذلك جوائز عالمية كثيرة. التقينا بها في العاصمة الألمانية وتعرفنا على المزيد. يانا تينامبرغن من أسرع مستخدمي الدراجة الأحادية في العالم، إذ تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة. الجمع بين السرعة والتوازن والمخاطرة الهائلة هو ما يجذبني لقيادة هذه الدراجة. يكون تركيز يانا الشديد في البقاء على مقعد الدراجة والنظر باستمرار للطريق، لأن أي مطب صغير قد يعيق مسارها. لدي هنا مقود ولكنه لتخفيف قوة الرياح وليس للدعم. بإمكان سائق دراجة العجلتين أن يمسك بالمقود، وهذا ليس موجوداً في الدراجة الأحادية كداعم للتوازن، لذلك عليك تحديد الوسط وتعلم الجمع بين السرعة والأمان. القيادة بسرعة وأمان تتطلب سنوات من التدريب، ومنذ طفولتها كانت الدراجة الأحادية تجذبها بشكل سحري، فشاركت في سن مبكرة في مسابقات. لم تكتشف في البداية موهبتها في المحافظة على التوازن، وإنما بالعكس تماماً. كنت ألفت الانتباه دائماً في روضة الأطفال عندما كنت أجلس على كرسي مائل ولا أسقط، وأتناول خلالها طعامي. أخبر والدي بإمكانية إصابتي باضطراب حركي، فكان رده سريعاً وواثقاً: لا، هذا ليس صحيحاً. وقراره بأن أمارس الرياضة كان أفضل شيء أشكره عليه. فازت ابنة 20 عاماً بالكثير من ميداليات وجوائز المسابقات العالمية، ففي بطولة الدراجات الأحادية عام 2018 في كوريا الجنوبية فازت بخمسة ألقاب في مسابقات مختلفة. وفي العام الماضي حطمت أخيراً الرقم القياسي العالمي في أطول مسافة تقطع في ساعة واحدة، حيث قطعت أكثر من 33 كيلومتراً، حتى إنها تجاوزت رقم الرجال القياسي. لا يمكن تصور هذا في رياضات بدنية كثيرة، كانت خطوة كبيرة للأمام وتجربة متميزة بالنسبة لي. ولدت يانا تينامبرغن بالقرب من مدينة فرايبورغ، وتعيش الآن في العاصمة الألمانية برلين، حيث تريد دراسة الحقوق. أقامت في غرفتها في الشقة المشتركة ورشة صغيرة، لديها 15 دراجة أحادية لأغراض مختلفة كهذه للقيادة على الطرق الوعرة، وهي تقودها كلما سنحت لها الفرصة في سباق عبر الريف. ففي هذا النوع من المسابقات فازت يانا ببطولة العالم، وفيها تعرضت لإصابة خطيرة أيضاً. اصطدم بدراجتي راكب دراجة جبلية من الخلف وأسقطني في حفرة، فانضغطت ساقي بين بدال دراجته والعجلة. وصلت السباق حتى فزت به، ولكنني اضطررت للذهاب إلى الإسعاف لأن الإصابة تورمت. كان هذا أسوأ ما أصابني حتى الآن.
بالمقابل يعتبر طريق عودتها للمنزل في ساعة ذروة وكأنه نزهة بالدرجة الأحادية غير المألوفة في المدينة، ولكنها قانونية وتحافظ على لياقة يانا التي تنتظرها بعض التحديات. لقد حققت رقمي القياسي العالمي في قطع أطول مسافة في ساعة واحدة، وهناك أيضاً رقم قياسي ل 24 ساعة بالدراجة الأحادية، وعلي فقط المواصلة. تدربت يانا تيننبرغن اليوم بما يكفي، الجزء الأخير من طريقها تريد الاستمتاع به مع منظر غروب الشمس. التصوير بتقنية إيقاف الحركة، تقنية كانت تستخدم في صناعة أفلام الرسوم المتحركة في القرن 19، والآن ومع التطورات السريعة في العالم الرقمي لم يبقى الكثير من تقنيات تلك الأيام، إلا أنه من غير الممكن لها أن تموت تماماً. لماذا مشاهدينا؟ هذا ما سيشرحه لنا الفنان الفرنسي فيكتور إيكلان. بالتأكيد لم تشاهد الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو هكذا أشهر أدواره السينمائية في مقطع فيديو بتقنية التصوير المتعاقب. هذا عمل المخرج الفرنسي فيكتور إيكلان الذي ينتج في الاستوديو الخاص به في باريس مقاطع فيديو متحركة وإعلانات تجارية. أحب فن الصور المتحركة بتقنية التصوير المتعاقب لأنها شيء محسوس جداً، إذ يمكننا لمسها والشعور بما تصنعه أيدينا. ولأنني لا أستطيع الرسم ولا يمكنني صنع صور متحركة ثلاثية الأبعاد في الكمبيوتر، أردت العمل بتقنية التصوير المتعاقب تحديداً. أعتقد أنها أفضل طريقة لصنع الصور المتحركة. يعمل بهذه الطريقة منذ 13 عاماً. بعد دراسة السينما تعلم بنفسه هذه التقنية. تقنية التصوير المتعاقب عملية طويلة جداً، إذ نضع الدمية بوضعيات معينة ثم نحركها قليلاً ونلتقط صورة ونحركها مرة أخرى ونلتقط صورة أخرى وهكذا دواليك، وبذلك نحاكي الحركة التي نفكر فيها أصلاً. يستغرق إنتاج هذا المقطع بطول 5 ثوان حوالي ساعتين. غالباً ما يصور فيكتور إيكلان صوره المتحركة بأسلوب فكاهي كهذا الفيلم عن بطل خارق بنظارات ثلاثية الأبعاد. مقاطع أخرى عبارة عن حلقات بسيطة يبتكرها من أجل المتعة وينشرها على إنستغرام. تظهر هذه الصور المتحركة الحركات المثيرة للممثل توم كروز من سلسلة أفلامه مهمة المستحيلة. كما يحظى دب فيكتور إيكلان بشعبية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي. إنتاجه لهذه الأفلام ليس فقط للمتعة، فالفنان يكسب المال بإنتاجه إعلانات بالصور المتحركة لشركات عالمية. قررت قبل 3 سنوات نشر جميع أعمالي في موقع إنستغرام، فأصنع حلقات صور متحركة وأنشرها مرة أسبوعياً. لقد حظيت بنجاح كبير لم أكن أتوقعه، ولكن الآن يتابعني أكثر من 300,000 شخص وأحصل على عروض كثيرة عبر موقعي إنستغرام. يبحث فيكتور إيكلان عن الفكاهة في محيطه اليومي حيث يجمع الأفكار، والتحدي يكمن في جلب هذه الأفكار إلى الاستوديو وتحويلها إلى أعمال صغيرة، لكن المنتج النهائي ليس دائماً ما يتوقعه. عندما أنتهي منها أفرح كثيراً بمشاهدتها صورة تلو الأخرى، فعندما أعمل أركز على ما أفعله، وأحياناً لا ألاحظ أبداً أنني أجريت حركة ما، وبذلك أفاجئ نفسي باستمرار. فيكتور إيكلان يفاجئ معجبيه باستمرار أسلوبه الكلاسيكي في صناعة الصور المتحركة.
فن رائع حقا مشاهدينا، وبهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من يوروماكس. أشكركم على حسن المتابعة، وسأكون سعيدة دوما بتلقي مقترحاتكم وأسئلتكم. يمكنكم التواصل معي عبر فيسبوك وإنستغرام. دوما لكم مني غالية دغساني ومن فريق عمل يوروماكس أغلى وأرق التحية. دمتم بألف ألف خير، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، فكونوا دوما على الموعد.